عسلامة ومرحبا، تبارتنا اليوم أم نوخية تونسية بالعلوش. أول حاجة باش نفوحو اللحم، عندي لهنا طروف اللحم. بسم الله، باش نعمل شوية كركم، وحطيت مثلا كعبتين صغار طماطم، حليتهم بالطريقة هذه. تنجمو تعملو كعبة كبيرة. بالنسبة لي طماطم الديري اللي عندي طماطم معجون مالحة كما تعرف فيها الملح، وكما تعرفوا الملوخيه زاده معناها تعود مالحه كل شيء باش تجيني مالحه برشا. طماطم الكعب كي تعملوا هكا كعبه تبنن راي الملوخيه بالكدا بالكدا، وتنجموا زاده تعملوا هكا شويه طماطم معجون معناها في عود طماطم الكعب. لو بلاش ما تكثروش طماطم معجون هكاك، جيست هكا المطعم هذيك نتاع معناها الحموضه نتاع الطماطم هكا. تو باش نحط فلفل اكحل، بسم الله، وفلفل احمر شوي شوي. معليش دوب ليش باش نفوحوا اللحم لاكثر لاقل، ماهيش مثلا صلصه ولا حاجه حاشتنا بالحموره نتاعها، جوست باش نفوحوا اللحم. هي تو باش نقص بصله صغيره بالكل وجويده، هذوما طروف رند، هذه هي البصله جويده بالكل صغيره، واكيد جدا ما ننسوش الفلفل الشاح. توا باش نخلطهم هكا مليح مليح ونخليهم على جهه يرتاح. توا كيما تشوفوا اهم حاجه حطيت الماء يغلي، خاطر كيما تعرفوا الملوخيه لازم نمرقوها بالماء سخون برشا ويغلي معناها يوصل للدرجه نتاع الغليان. لهنا صبيت الزيت هكا على البارد، مازلت ما حليتش الغاز، تقريبا فنجان صغير زيت بحكم عندي اللحم فيه شحم ما كثرش برشا باش ما تجينيش بزايد الزيت. هكا فنجان هكا صغير مش برشا، على تقريبا هكاك ثلاثة مغارف كبار لأربع مغارف زيت. تو باش نحط كمية الملوخية، باش نحط ثلاثة مغارف، بسم الله، باش نعمل مغرفة، تعملوا مغرفة على كل شخص. دوبلش شوية هكاك للطنجرة. تو باش نخلطها مع البارد. توا لهنا خلطتها وحليت على الغاز، باش نخليها دوب ما تسخن شويه هكاك، راني ما نقليهاش برشا هكا، ونبدا هكا نمرق فيها. دوب ما تبدا تسخن هكا شويه نبدا نمرق. ونحرك، نبدا هكا نحرك لين نكمل كمية الماء بكلها. بالنسبة للماء تقريبا تعملوا زوز تريت ونص وزيدوا شوية، هذه للثلاثة مغارف متاع ملوخية. توا مرقت الملوخية كاملة باش نسكر عليها، وباش نخليها هكاكا تقريبا 45 دقيقة تطيب هكاكا وحدها، مانيش باش نحط لها اللحم، يلزم تطيب هكا وتنحك المرارة متاعها معناها ملوحش اللحم على اللون. توا كيما تشوفوا حليت على بعد لفت ال 45 دقيقة، كيما تشوفوا مازال هكا ماء. توا باش نحط اللحم، حطيت اللحم والفحات نتاعو. توا باش نخليها تطيب على نار هادية على الاخر، راهي الملوخية السر نتاعها نار هادية على الاخر، راهي تطيب بالسوية، خلوها على نار هادية لين تخضر وتقر زيتها. توا نوريكم القوام في الاخر كيفاش. لهنا الملوخية بدات تنشف معنا كما تشوفوا. باش نحضر الثوم مهرس بالطريقة هذه، الثوم واللفاح معناها لفاح المخلط، وباش نحطه في المرحلة هذه معناها كي بدات هكا تختار معنا ومازالت راهي باش تقر زيتها، نحط الثوم باش تجيني هكا فاوحة وبنينة. وكما تشوفوا لهنا بدات هكا تقر الزيت متاعها وتختار، نحط قرين الفلفل الأخضر ونخليها جيست هكا ديما على نار هادية لين يطلع الزيت معناها كيف من هكا. تقريبا راهي حكاية أربع سوية ونص الملوخية متاعنا شدت بالطياب. طيبوها على نار هادية وتبعوا المراحل كلها، راهي سهلة بإذن الله تنجح معاكم. توا نقولكم بسلامة وملتقانا مرة أخرى إن شاء الله.